السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام، متابعين قناة أرابيك سكتش أب. طبعا احنا غايبين عليكم بقى لنا حوالي أسبوعين، بس والله ظروف امتحانات إن شاء الله كلها أسبوعين وأخلص مشروع التخرج. ادعوا لي معاكم وبإذن الله هتلاقون القناة دي كلها بدل ما فيها 5 فيديوهات 6 7 فيديوهات هتلاقي فيها فوق 100 فيديو بإذن الله. دعواتكم معانا. النهارده هنتكلم على بلجنز مهمة جدا، يعتبر لازم تحطها عندك رقم واحد في البلجنز اللي احنا بنستخدمها. تمام. دلوقتي اي حد فينا بيرسم 2D على الكاد عشان يودي لاي برنامج 3D، فطبعا دلوقتي انا هودي برنامج ال 3D بتاعي فين؟ لقلب برنامج السكتش اب. فانا واحد رسمت ال 2D بتاعه. تمام. اظبط ال 2D بتاعي، اشيل مثلا اهوت اول حاجة الكلام بتاعه عشان ندخل على افهمه دلوقتي. نعمل سيف وندخل على الديسكتوب. اوكي، نخليه مثلا وليكن سكتش اب. عملنا السكتش اب. اوكي، نيجي ندخل على السكتش اب. اول حاجه نتاكد هنا احنا مستخدمين يونت ايه، يونت المتر. اوكي. نيجي ندخل هنا نبص على برنامج السكتش اب، شوف احنا مستخدمين يونت ايه، برضو المتر. ندخل هنا نعمل حاجه اسمها امبورت، نقول له سكتش اب. اوكي. نزل لنا الملف بتاع السكتش اب. الملف تقريبا فيه كان فيه بايز هناك تقريبا، ما علينا. ناخده اول حاجه نعمل اكسبلود. اوكي، اخد دول كده امسحهم. بص، هو ما بيحصلش اصلا خالص، بس عشان الملف ذات نفسه بايظ. بس انا بس عايز افهمكم حاجه بسيطه. اوكي. ارس بس نمسح شويه حاجات كده. نقف حرف ال، بس نظبط بس معلش الحوار، ان المشكلة مش من عندي اصلا، ملف ذات نفسه انا جايبه جاهز من بره، يعني مش ملف بتاعي او ملف حد شغال عليه. اوكي. خلصنا مثلا ملف كده، اسحب الملف كده واعمل موف واطلع فوق، خليه هنا يساوي. اوكي. دلوقتي مثلا انا عندي الملف ده فيه حوائط كتيرة هيت، وفي مثلا ده فراغ والكلام ده كله. فدلوقتي مثلا عايز اطلع اعمل بش عشان اطلع بالفراغ، مثلا كأي فراغ احنا كنا بنعمله كده وبعدين نطلع بيه. فهطلع بيه ازاي؟ ايه المشكله نطلع بيه؟ فواحد مثلا هيفكر يقول لي طب انا مثلا اقدر مثلا امسك كل واحد لوحده واشتغل فيه. يعني ايه ازاي بالظبط كده؟ يعني امسك خط وامشي على الخط ده كده، اقفل لي الحته دي لوحدها، والخط ده واقفل لي دي لوحدها، والخط ده واقفل لي دي لوحدها، اقفل الفراغ واقعد امسك الفراغ واجع الفراغ التاني. طب انا حسيت بايه دلوقتي؟ لحد دلوقتي حسيت ان انا الموضوع معايا هيبقى صعب. ليه الموضوع صعب؟ لان انا همشي حته حته، خط خط. تخيل انت معاك مشروع، انا مشروع التخرج بتاعي مثلا فيه حوالي 4 كتل في قلب الارض، 5 كتل، كل كتله فيها بالظبط 4 أو 5 ادوار، كل دور فيه مجموعه من البلانات. تخيل افضل امشي واحده واحده. طب ايه الحل معايا؟ الحل انك اول ما تمسك ملف الكاد ويكون جاي جاهز انت تروح عامله اكسبلود. اوكي. يعني مثلا الملف انت اول اصلا ما بتدخله بيبقى معمول له 100 جروب. اوكي كده بالظبط، تروح واخده دايس عليه تعمل له اكسبلود. بعد كده بتيجي فوق على البلجنز هتلاقي حاجه اسمها ميك فيس صغيره كده. دي بص دي تحطها في دماغك، لازم تبقى معاك دايما. تروح محدد الشكل ده كده وعامل كده. طب دلوقتي عمل اهو الملف اهو، يعني ما عملش، لا ده عمل كل حاجه هو بالظبط، انت شايفين عمل كل حاجه. طب ايه المشكله؟ في هنا فراغات ما اتعملتش. طب ايه سبب ان الفراغات دي ما اتعملتش؟ يمكن سبب الفراغات دي ما اتعملتش انها مفتوحه، يعني مثلا فراغ ذات نفسه مفتوح اهو. بص اهو، ده فتح على ده، فتح على ده. فمثلا ممكن اجي كده بالخط واروح مثلا قافل ده كده، ده كمان مقفول يعني واخد بص رأسي، فاهم؟ مش افقي حتى. طب مثلا نيجي مثلا نمسك ده كده نقفله لحد هنا كده، قفل ده لوحده. نمسك الخط ده كله نقفله لحد كده. طب ممكن ناخد ده كده لحد هنا كده، او قفل ده لوحده. يعني كانت مشكله في الخطوط ذات نفسها، لان الخطوط في الاخر جت افقيه، يعني مثلا خط ذات نفسه والخط تحت اصلا نازل تحت، فجيت مثلا من اول هنا لحد هنا كده
المشكله مثلا هي من هنا الحته دي كده انها ما اتقفلتش هي كمان، عشان الخطوط عندي خطوط بايظه كانت افقيه، اي قفلت دي كلها، وامسك بعد كده الارث وامسح اللي انا مش عايزه، وامسك بعد كده البي واطلع بكل فراغ اللي انا محتاجه وانزل بكل فراغ. ساعتها انا مثلا اظبط على الكاد، انا مثلا وانا شغال على الكاد انا عارف مثلا ما كانش اروح مظبط مثلا الحوائط بتاعتي بالظبط، يعني ايه دي كلها مثلا حوائط، اروح شايل مثلا ده الشباك اهو، الشباك ده كده مثلا اهوت، اشيل دي كلها بحيث دي كلها لما اجي اعمل لها ميك اوفيس ميك فيس دي كلها تبقى جزء واحد، اطلع بيها مثلا ال 4 متر 3 متر اللي انا عايزهم. دي بالظبط قصه الميك فيس. يعني مثلا ممكن، يعني ممكن احاول مثلا ابسطها لكم بطريقه تانية جميله جدا، مش ابسطها لكم، اوريكم طريقه تانية. دخلت رحت عامل اون بورد، يا رب بس الاقي الملفات القديمه، وليكن مثلا عايز ملف بسيط، ممكن ناخد ملف شبه ده كده. يا رب يجي. بص هو الملف ده مش كامل قوي لان الفراغات بس انا خارجه بره، بس نروح واخدين كده اهو. اول حاجه نعمل له ايه، اكسبلود، احدده، اعمل لي اوكي اتعمل، تعال دي ما اتعملتش، دي اتعملت اهي، دي مثلا الحائط بتاع زي ما بكلمكم حته واحده اهي. اوكي دي مثلا ما اتظبطتش معايا، اول ما اقفل ده كده اتعملت لوحدها. فانا لازم وانا بشتغل الكاد اعرف ان في مشاكل هتواجهك على الثري دي، فانت لازم تكون مظبط الكاد على ايه، على احسن حاجه. عندي السلم اهو، بدل ما اقعد كنت السلم اهو، اهو اروح طالع مثلا بالسلم اه، وبعدين اطلع وليكن مثلا، وبعدين اطلع لحد هنا واطلع شويه كمان، وبعدين اطلع لحد هنا واطلع شويه كمان اهو. بص الموضوع بقى سهل معايا، بدل ما مثلا اروح ماسك كده واحده واحده، او افضل ماشي كل خط خط لوحده يعني فاهم، اروح مثلا جايب دي كده واقعد امشي على خط خط، يعني فاهمين القصد اهو، يعني مثلا عشان اهو واقعد اعمل كده اهو. شوف الوقت خد معايا وقت قد ايه. دي كده كانت الميك اوفيس في بالظبط في السكتش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة في قناة عربة سكتش أب.